بدأت الحياة في المحيطات. لملايين السنين تعلمت حيوانات لا حصر لها البقاء تحت وفوق هذه المياه الزرقاء التي لا نهاية لها، لكن قدرتها على البقاء تتعرض الآن لاختبار صعب. يتغير العالم بسرعة غير مسبوقة، ومعه تعاد كتابة دليل الحيوانات للبقاء. تغطي المحيطات نحو 3/4 سطح الكوكب، وهي تنبض بالحياة حيث يسبح فيها عشرات الآلاف من الأنواع الحية، وتكتشف أنواع جديدة بشكل شبه يومي. البحر مصدر للغذاء ومكان للسكن أيضا، لكن العالم ومحيطاته يزداد دفئا. ترتفع مستويات البحر بسبب ذوبان الأغطية والأنهار الجليدية، وليس هناك مفر للكائنات الحية في المحيطات. تعاد كتابة دليل الحيوانات للبقاء على مستوى العالم. سنتتبع في هذا البرنامج السلاحف التي تبقي رأسها فوق الماء، وسنغوص مع قرش النمر هرباً من الحرارة. لكن هناك حيوان يعجز عن الهرب من تغيرات المناخ. الحيد المرجاني العظيم إحدى العجائب الطبيعية في العالم. يبدو من الجو وكأنه مئات من الجزر الصغيرة، لكن هذه الجزر تحوي أحد أعظم أسرار الكوكب. إنها جزر حية. انظروا عن قرب. ليست هذه صخوراً أو نباتات تكسو قاع البحر، بل هي حيوانات فريدة. يختبئ سمك المهرج بينها. تتكون كل قطعة مما يسمى بالصخور من حشد من حيوانات صغيرة تدعى الزوائد المرجانية. تحتشد هذه الحيوانات في تجمعات ضخمة على امتداد 2300 كيلومتر بمحاذاة السواحل الشرقية لأستراليا. يوشك اختصاصي أحياء البحار أوف هو جولدبيرغ على الالتقاء ببعض الكائنات المدهشة. لقد سافر إلى الطرف الخارجي للحيد المرجاني العظيم، وهو مكان يدعى أجينكورت. هنا ترى الحيد المرجاني العظيم بكامل عظمته، وهنا بالطبع نجد أفضل المياه، فهي تنساب مباشرة من المحيط العالمي عبر الشعاب المرجانية. هنا تزدهر الشعاب وتغطي القاع بالكامل. يتأكد أوف من سلامة معدات الغطس، ثم يختفي في مملكة شاسعة وجميلة تحت البحر. نحن نسبح الآن بعيداً عن الساحل باتجاه الحيد المرجاني العظيم. بدأنا نرى الشعاب المرجانية، يجب أن نحترس من الارتطام بها. أول ما يلفت انتباهك
عندما تصل إلى حيد مرجاني كهذا هو أنك حي، كل شيء ينبض بالحياة. عندما تحلق فوق الشعاب المرجانية تجدها من أكبر علامات الحياة على كوكبنا. إذا لمستها مثلاً، إذا كان في وسع ذلك، نجد أنه على الرغم من انفصالها إلا أنها مترابطة. وعندما نفكر في عدد الكائنات الحية التي تعتمد على هذه الشعاب نجدها قصة رائعة. تمثل الشعاب المرجانية مأوى لملايين الحيوانات البحرية الأخرى. لكن هذه الغابة البحرية الساحرة بدأت تتغير، والقصة التي يرويها هذا الحيوان واحدة من كبرى علامات الخطر المتعلقة بتغيرات المناخ على هذا الكوكب. الشعاب المرجانية مثل هذه تحتضر حول العالم وبأعداد ضخمة. نجد هنا مثالاً على ما يحدث للشعاب المرجانية عندما تموت. تبدو مثل هذه التي تراها هنا، نجدها مغطاة بالطحالب، وإذا نظرت داخل الهيكل تجده بدأ يتحلل ويتكسر. في بعض أجزاء الحيد المرجاني العظيم مات نحو 40% من المرجان، ويظن العلماء أنهم يعرفون السبب. ماتت الشعاب المرجانية بسبب الشيء الوحيد الذي لا يمكنها الهروب منه، قتلتها المياه نفسها التي تعيش فيها. درجات حرارة البحار في ارتفاع. في الصيف تتعرض الحيوانات المرجانية للغليان وهي حية، والسرعة التي يحدث بها ذلك قد تغير هذا العالم البحري للأبد. بدأ دليل الحيوانات للبقاء في المحيطات يتغير في جميع أنحاء العالم. أحد أهم الحيوانات البحرية يحتضر بينما ترتفع حرارة الماء. قد تبدو الشعاب المرجانية متعددة الألوان الموجودة في الحيد المرجاني العظيم في أستراليا كنباتات، لكنها نوع مذهل من الحيوانات، وتتعرض أعداد ضخمة منها للمعاناة. ارتفاع حرارة البحر هو القاتل الخطير وغير المرئي. على الشواطئ الرملية للجزر السفلية نجد شرحاً درامياً لما يحدث عندما تموت الشعاب المرجانية. في عشرينيات القرن الماضي وصل إلى هنا فريق من العلماء لاستقصاء عن الشعاب المرجانية هو الأول من نوعه. تظهر الصور التي التقطوها والخرائط التي وضعوها غابة من الشعاب تغطي الشاطئ. بعد 80 عاماً اختصاصي الأحياء البحرية أوف هو جولدبيرغ يتتبع خطاهم ليرى ما تبقى من الشعاب. أظننا اقتربنا من الموقع. على الرغم من انحسار المد إلا أن قاع البحر ما زال يعج بالحيوانات. ها هو كائن شائق، شائق ومهم، يدعى خيار البحر، وله أهمية كبيرة للشعاب المرجانية، فهو بمثابة المكنسة الكهربائية. وظيفته ابتلاع الرمال ثم تنقيتها من الشوائب العضوية. يمكننا رؤية هذه الكرات كلها، هذا هو ما يقوم بهضمه. When
عندما ننظر إلى صور العشرينيات في هذا الاتجاه نجد الشعاب تعج بالكائنات الملتصقة بها. كانت أجمة ولم يكن هناك موطئ لقدم. الآن لم يتبقى سوى قطع صغيرة من الشعاب. ها هي قطعة من الشعاب، عادة يكون هذا لونه. لا تبدو هذه القطعة بصحة جيدة، إنها باهتة اللون نسبياً. قد يكون المرجان ما زال على قيد الحياة، لكن حالته تتدهور. لون المرجان هو المفتاح الأول لمعرفة ما حدث هنا، وهو يوحي بأن الاحتباس الحراري قد ساهم في هذه الخسارة الفادحة. الشعاب المرجانية خليط مذهل من الحيوانات والطحالب. الطحالب هي ما يعطي الشعاب المرجانية ألوانها الزاهية، وتعيش بداخلها وتزودها بالغذاء والطاقة. لكن عندما تسبح الشعاب في مياه ساخنة فإنها تلفظ الطحالب الملونة ويتحول لونها للأبيض، وهذا ما يدعى بتبييض الشعاب المرجانية. من دون المغذيات التي تقدمها الطحالب تتضور الشعاب جوعاً وتموت. في ظل هذه التغيرات يموت المرجان بسرعة، وبخروجه يتوقف عن بناء الشعاب التي تؤوي كل الأنواع التي تعيش عليه. إنها معادلة بسيطة، نحن نقوم بتغيير درجات الحرارة لتصبح أعلى مما يتحمله المرجان فيموت بأعداد متزايدة. بالنسبة إلى سمكة المهرج التي تحتمي بالشعاب المرجانية بدأت حياتها تتغير أيضاً. الاحتباس الحراري بمثابة كارثة بالنسبة إليها وللحيوانات التي تعيش وتتغذى هنا مثل المحار العملاق والسلحفاة الخضراء. لكن مياه البحار الأكثر سخونة لا تؤثر في الحيوانات في المحيطات فحسب، فعلى بعد مئات الأميال في اسكتلندا أصبحت الحياة فوق سطح البحر صعبة على الأنواع التي تعتمد في غذائها على الأعماق. بالنسبة إلى الطيور التي تحوم فوق هذه المياه المرجانية، بحر الشمال موقع صيد غني. ترتفع فوق الأمواج بمحاذاة الساحل مباشرة صخرة باسل عظيمة. من بعيد تبدو قمة جرفها شديد الانحدار بيضاء اللون، لكن عندما نقترب نجد الصخرة مغطاة بعشرات الآلاف من طيور الأطيش. يحتشد هنا أكثر من 100,000 طائر، وكأن كل بوصة من الصخرة مغطاة بطائر. تتزاحم الطيور مع بعضها وتدافع عن أرضها بشراسة. الطيور التي ليس لها مكان تحاول دائماً الاستيلاء على مكان طائر آخر. إنها ذروة موسم التناسل. ما زالت الأفراخ ذات الزغب تعتمد على والديها في الغذاء، لكن حرارة بحر الشمال في ارتفاع وموقع الصيد الذي تعتمد عليه الطيور بدأ يتغير. جون هانت يراقب بدقة طيور الأطيش وطيوراً أخرى تتناسل هنا. إنه مشهد مذهل، وخاصة إذا كان الطقس رائعاً كما هو اليوم. تكمن الروعة في الحشود الضخمة من طيور الأطيش. إنه من أروع المناظر التي قد تتمنى رؤيتها.
لاحظ جون مؤخراً تغيراً مقلقاً في موسم التناسل على الصخرة. تأخر موسم التناسل بضعة أسابيع وربما أكثر قليلاً. وصلت الطيور لاحقاً ثم وضعت بيضها، وبالطبع سيفقس البيض متأخراً. قد يكون هذا مرتبطاً بنقص الغذاء سابقاً في بداية العام. يزداد الربط بين نقص الأسماك هذا والتغيرات المناخية. مثل كل الطيور البحرية، طيور الأطيش تجيد الصيد بالفطرة وتصطاد غذاءها عن طريق الغطس برأسها في المياه الباردة. لكن حرارة بحر الشمال في ارتفاع، والثعابين الرملية التي تتغذى عليها الطيور تهاجر شمالاً حيث المياه الأبرد. وهذا يعني أن الطيور تقطع مسافات كبرى لصيد غذائها. تم العمل على تتبع الطيور من خلال أجهزة تم وضعها عليها، بحيث تمكننا من خلال الأقمار الصناعية من معرفة أين تذهب بعد مغادرة الجزيرة. أظهرت الأجهزة أنها تطير مسافات كبيرة، حتى إنها عبرت بحر الشمال في بعض الحالات، نحو 300 كيلومتر تقطعها الطيور للحصول على الأسماك. أحد الوالدين يبقى عادة مع الصغير طوال الوقت لحمايته من الجيران العدوانيين. لكن إذا ازدادت صعوبة إيجاد الطعام، قد يضطر كلا الوالدين إلى ترك الصغار من دون حماية من أجل الصيد. نجد عبر الخليج نظرة قاتمة على ما قد يخفيه المستقبل لطيور الأطيش. هنا بدأ طائر بحري آخر بالفعل الفصل التالي في دليله للبقاء. زمج الماء الذي يلتصق بالجرف المنحدر لرأس سانت إبس الصخري يصارع أيضاً من أجل الغذاء. هذه الأفراخ جائعة وتلح في طلب الطعام. تتغذى مثل طيور الأطيش على ثعابين الرمل الطرية كثيرة العصارة، لكنها تعجز عن قطع المسافات الطويلة. لذا عندما يتحرك غذاؤها تعتمد على ما يتوافر بجوار مكان إقامتها، وهذا ما يقتلها. كيفن رايدوت حارس هنا في رأس سانت إبس الصخري، وقد لاحظ هبوطاً في أعداد الطيور. زمج الماء يتضور جوعاً. المشكلة ليست بكمية السمك بل بنوعه. ثعابين الرمل غير متوفرة، إما أنها انتقلت أو ليست في متناول الطيور. كبديل أجبرت على تناول أنواع غير مناسبة لها مثل سمك الكراكي. ونرى في الأسفل مثلاً يجد الصغار صعوبة كبيرة في ابتلاعها، فهي أسماك عظمية غير مستساغة وقيمتها الغذائية منخفضة جداً. سمك الكراكي الذي تحاول هذه الطيور أكله عظمي لدرجة أن أشواكه قد تتسبب باختناق الأفراخ. بالنسبة إلى الصغار الأمر يشبه محاولة ابتلاع الأسلاك الشائكة، وأحياناً تكون النتائج كارثية. هذا أسوأ عام يمر بنا منذ بدأنا نجمع المعلومات. أصبحت الأزمات أكثر تكراراً في السنوات الأربع الأخيرة. أصبحت حوادث الموت الجماعي بسبب الجوع أكثر انتشاراً، بينما كانت أحوال الطيور أكثر يسراً في التسعينيات. بالعودة إلى صخرة باس، ما زال أمام صغار الأطيش بضعة أسابيع قبل أن تتمكن من استخدام أجنحتها. لكن عندما يصبح لديها الصغار، هل ستجد ما يكفي من الغذاء لإطعام الجيل التالي؟
الجوع الجماعي الذي يعانيه جيرانها زمج الماء قد يكون إنذاراً مبكراً لما قد يأتي. لكن في الجانب الآخر من العالم، بدلاً من السباحة بعيداً، يغوص بعض الحيوانات لأعماق أكبر بحثاً عن المياه الباردة، حتى تلك التي تتربع على قمة الهرم الغذائي ليست بمأمن من ارتفاع حرارة البحار. قرش النمر من أهم مفترسات الأعماق، إنه يسبح بهدوء ويجوب المحيطات دون توقف بحثاً عن الغذاء. تأكل هذه المفترسات كل ما تقابله في طريقها. لكن الحرارة ترتفع في أماكن الصيد، وقد بدأت القروش تدفع الثمن. ريتشارد فيتزباتريك من الاختصاصيين بأسماك القرش، فهو لا يخشى الاقتراب والتعامل شخصياً مع هذه الحيوانات الخطرة. هيا أيها النمر. يحاول الإمساك بأحد القروش لوضع علامة عليه مستخدماً سلحفاة نافقة كطعم. أصبح الصياد صيداً. أمسكته، أمسكته. انتبه، انتبه، إنه كائن جميل. خضع القرش الأسير لجراحة صغيرة. يوضع لبعضها جهاز تتبع بالأقمار الصناعية تحت الجلد، بينما يتم إضافة كاميرا لبعضها الآخر. تعمل مثل هذه التجارب على كشف أسرار عالم القرش. لكنها تكشف أيضاً عن أمر مثير للقلق. تظهر المعلومات التي تم جمعها من القروش أنها تغوص لأعماق أكبر، ليس بشكل متقطع بل طوال الوقت. الأمر مرتبط بدرجات الحرارة وكيفية تعامل القرش معها، لأنها لا تفرز العرق مثلنا، فالطريقة الوحيدة لخفض حرارتها هي الغوص حيث المياه الأبرد. يخفض القرش حرارة جسده ليحافظ على طاقته، يغوص ثم يعود للسطح، وعندما تفحص نموذج السباحة والغوص تجده منحنياً. هذه الحركة الإيقاعية توحي بأن القرش يقضي وقتاً أطول في الأعماق حيث المياه الباردة، وذلك لإبطاء عملية الأيض، حيث تكون المياه السطحية دافئة جداً في هذا الوقت من العام، نحو 31 إلى 32 درجة. لكن القرش النمر يضطر للصعود بحثاً عن الغذاء في المياه الدافئة. الغوص والطفو رحلة مرهقة، وهي مجبرة على تكرارها عدد مرات أكبر. القروش حيوانات كسلانة بالفطرة، لكن مع الاحتباس الحراري ما قد نراه في المستقبل هو اضطرار القروش إلى الغوص لأعماق أكبر، وقد يغير هذا معادلة الطاقة الخاصة بها ويصعب الأمر عليها قليلاً. ليست وحدها قروش النمر تغوص للأعماق بشكل متكرر لتجد المياه الباردة، فهناك أسماك أخرى تضطر إلى ذلك. في بحر كورال خلال بعض مواسم المياه الدافئة تصل الحرارة إلى 35 درجة، وقد رحلت الحيوانات عن الشعاب المرجانية وغاصت إلى عمق 40 متراً في المياه الباردة. تختبئ كلها في الأسفل ولا تصعد إلا لوضع البيض، لكن سرعان ما تعود للأسفل لعدم احتمالها الحرارة في الأعلى. بالغوص إلى أعماق المحيط المظلمة
بشكل أكثر تكراراً تتمكن قروش النمر من تبريد أجسادها. لكن إن كانت القروش تجد صعوبة في ذلك فتلك علامة على وجود حيوانات أخرى تعاني أيضاً. هناك تغيرات أكبر تعمل على تحول الحياة في المحيطات، تغيرات قد تقضي على الحيوانات كلها في بعض الأماكن. في كل أنحاء العالم تجد الحيوانات أن المحيطات التي تسبح بها تزداد دفئاً، إنها تحاول التكيف، لكن الحرارة ليست التغير الوحيد الذي يفرض عليها. صغير السلحفاة كبيرة الرأس هذا في بداية رحلة طويلة. خرج توا من بيضته هنا على جزيرة ذاكينثوس، لكنه بدأ يتجه نحو البحر. الوصول للبحر رحلة طويلة وشاقة. زعانف السلاحف مصممة للسباحة، والرمال المبللة بيئة صعبة. ما إن يصل إلى حافة الماء حتى يتوقف وينتظر أن تأتي الأمواج وتسحبه، لكن المد ينحسر. يخطو الصغير بضع خطوات أخرى قبل أن يبدأ رحلته. يوماً ما ستعود هذه السلحفاة لتضع بيضها هنا، لكن العالم الذي أتت إليه بدأ يتغير. على الرغم من أنها تعيش في البحر، إلا أن للشواطئ دوراً كبيراً في استمراريتها، وقد بدأت الشواطئ تختفي. التعرف على مكان العش وتدوينه هو وظيفة الباحثين في الصندوق العالمي للطبيعة، وهم يقومون بالبحث عن مواقع أعشاش جديدة. هناك، تعال، تعال إلى هنا، انظر. لقد وجدت تجمعاً من السلاحف الصغيرة توشك على البدء برحلتها الطويلة والخطيرة. ترى هناك صغار وهي تخرج من العش. هناك واحد، اثنان، ثلاثة تحاول الاختباء في الرمال، وهذا يذهب إلى البحر. لم ترى صغار السلاحف في البحر، لكنها تنجذب إليه بطريقة ما. يقيس الباحثون المسافة بين كل عش وبين حافة الماء، لأن البحر يقترب، وقد تغرق صغار السلاحف حتى قبل أن يفقس البيض. الاحتباس الحراري يجعل مياه المحيطات تتمدد ومستويات البحر ترتفع. يعتقد الباحثون أن ارتفاعاً قدره أقل من نصف متر قد يغمر بالماء واحدة من كل 10 أعشاش للسلاحف في هذه الجزيرة. تصارع السلاحف حقاً لتجد مكاناً على هذه الشواطئ، لأنها تتقاسمها مع كائن حي آخر. بشاطئها الذهبي ومياهها النقية، فإن هذه الجزيرة تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم. أعشاش سلاحف محمية هنا، توضع فوقها أقفاص زرقاء هي بمثابة تحذير للبشر. لكن بوجود الفنادق على جهة والبحر على الجهة الأخرى، تعاني السلاحف من ضيق المكان. كاريكيليا في طريقها لمقابلة مالك فندق محلي،
بنت سلحفاة عشها على الرمال أمام باب الفندق. أتت سلحفاة إلى هنا وبدأت تحفر. استغرق الأمر ساعتين. ساعتين؟ أول مرة ترى فيها سلحفاة؟ المرة الثانية. الثانية؟ حدث هذا قبل بضع سنوات، لا أتذكر تماماً. وضعت هذا لتحمي العش؟ بل الأطفال. الأطفال؟ حسناً. كتبوا هنا توخى الحذر. أطفالك؟ رجاءً لا تعبث بالعش، السيدة سلحفاة. حسناً. باليونانية. على الأقل يعتني هذا الفندق بضيوفه الجدد، لكن إذا ظهرت في المستقبل توسعات أخرى على الشاطئ، وإذا استمر منسوب المياه في الارتفاع، فلن تجد السلاحف مكاناً لوضع بيضها. لكن أكثر ما يثير القلق هو سرعة حدوث التغير. تستغرق إناث السلاحف 30 عاماً لتصل للبلوغ، وهي مبرمجة على العودة إلى الشاطئ الذي ولدت فيه لتضع بيضها. سيكون الاحتباس الحراري مشكلة كبيرة للسلاحف، لأن مستوى البحر سيرتفع وستتقلص المساحة المتاحة للأعشاش. هذا يعني أنه عندما تعود السلاحف بعد 30 عاماً فربما لن تجد مكاناً لبناء العش، وبالتالي فهي لن تضع البيض. على شاطئ كلاماكي نجد سلحفاة أخرى في طريقها إلى مياه البحر الأبيض المتوسط اللازوردية، وإن حالفها الحظ ستجد شريكاً وتبدأ الجيل التالي. لكن واحدة فحسب من كل 1000 سلحفاة تصل للبلوغ، وحتى إن حاولت العودة إلى هنا خلال 3 عقود فقد يتغير الشاطئ بحيث تعجز عن التعرف عليه. تحدث التغيرات بوتيرة أسرع من قدرة السلحفاة على التكيف معها. على بعد مئات الأميال تعاني السلاحف وغيرها من الحيوانات البحرية من ارتفاع مستوى سطح البحر. لكن هنا تتأثر ملايين الحيوانات المرجانية بتغير أكثر فتكاً، تغير قد يتسبب بانهيار نسيج الحياة تحت الماء ذاته، وهو مرتبط كل الارتباط بطريقة نمو المرجان. اختصاصي الأحياء البحرية أوف هو جولدبيرغ يقدم الشرح. الحيوان الذي نراه هنا شائق، إنه من أكبر الزوائد المرجانية في العالم، وبينما تتكون الشعاب الأخرى من مئات أو آلاف القطع المنفصلة، إلا أن هذا كائن واحد له فم في المنتصف وكل هذه الأذرع. إنه يشبه دودة الحريش، وإذا حفرت هنا أجد هيكلاً رقيقاً تحت الأذرع، وهو منفصل عن الجزء العلوي، لذا يمكننا رؤية هذه القاعدة من كربونات الكالسيوم، وهذا ما قام المرجان بترسيبه، وهو ما يمكنه من الجلوس على الرمال هكذا بينما تتحرك الأذرع مثل أوراق الأشجار. للأنواع المختلفة من الشعاب أنواع مختلفة من الهياكل. تتحول المخلفات التي تتركها الشعاب الميتة إلى قواعد صخرية تنمو عليها الأجيال الجديدة. المرجان هو المصمم المعماري والبناء في الشعاب المرجانية، وبمرور الوقت يقوم بتنفيذ هياكل معقدة وجميلة. لهذا المرجان الكبير الذي أنظر إليه قصة شائقة. إنه أحد أقدم الكائنات على سطح الكوكب ويدعى القراص. هذا المرجان بالتحديد عمره نحو 500 عام. من الشائق أن تعرف أن هذا الشيء كان ينمو قبل أن تستعمر أوروبا قارة أستراليا، بل قبل هذا بوقت طويل. لو أنك زرت أوروبا في هذا التوقيت، أي قبل 500 عام، لوجدتها مكاناً مختلفاً تماماً. وكذلك الحال بالنسبة إلى أستراليا،
لذا فهذه الكائنات تحتفظ بأسرار الكوكب. لكن الهياكل لا تنمو للمرجان إلا إذا احتوى ماء البحر على التوازن الكيميائي المناسب، وقد بدأ هذا التوازن يتغير. يتسبب في ذلك أحد الغازات الدفينة الذي هو وقود الاحتباس الحراري، ثاني أكسيد الكربون CO2. تمتص المحيطات كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، وتعمل أيضاً على تنقية الهواء من الكميات الزائدة منه. بسبب النشاط البشري بدأت تمتص الآن كميات من ثاني أكسيد الكربون تفوق سعتها، ولهذا عواقب وخيمة. بالعودة إلى اليابسة، يوشك أوف والباحث ديف كلاين على القيام بتجربة بسيطة. سيقومان بإثبات أن ثاني أكسيد الكربون يجعل مياه البحار أكثر حامضية. سأطلب من ديف إحضار بعض مياه البحر، ثم ما سنفعله هو إضافة صبغة المؤشر، وسأكون مصدراً لثاني أكسيد الكربون. أنا كائن حي أقوم بحرق الكربون العضوي وإنتاج ثاني أكسيد الكربون طوال الوقت. سأقوم بالنفخ في إحداها ونرى ما إذا كانت ستصبح أكثر حامضية. عندما ينفخ أوف في الماء تتحول الصبغة الحساسة للكيميائيات إلى اللون الأصفر، هذا يعني أن الماء أصبح أكثر حامضية. يحدث هذا ببطء وبنسب ضخمة في كل أنحاء العالم. يمكنك أن تتخيل أن هذه مخلفات مصنع. عندما يخرج الدخان الذي يتكون معظمه من ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء، تقوم المحيطات بامتصاص 25% إلى 40% منه، وعندما تمتص مياه البحار ثاني أكسيد الكربون تصبح أكثر حامضية، وهذا يسمى تحمض المحيطات. إذا أصبحت مياه البحر أكثر حامضية، فلن يتمكن المرجان الجديد من تكوين الهياكل، ومن دون هذه الهياكل العظمية الصلبة سوف تتحلل الشعاب وتنهار. في الواقع سيتعرض كل حيوان له قشرة خارجية صلبة للخطر. انظروا إلى هذا الكائن الصغير، إنه أحد الكائنات التي تعيش على الشعاب، وهو سرطان. إنه مثل كل الكائنات ذات الهياكل التي تعيش على الشعاب. وظيفة طبقات الهيكل هي حماية الأجزاء الأضعف من الكائن الحي، وتتكون من كربونات الكالسيوم، وهي المادة نفسها التي تتكون منها الشعاب. هذا الكائن الصغير رائع حقاً. انظروا إلى تلك الانحناءات الأمامية التي تبدو وكأنها مخالب أمامية. إنه يقرص، لكن هذا الكائن الصغير هو سبب قلقنا من التحمض، حيث نخشى ألا تتمكن هذه الكائنات من بناء هياكلها. سأعيد هذا الصغير إلى مكانه، فهو يرغب بشدة في العودة إلى محل إقامته. انظروا، ها هو يذهب. الحفر في الرمال لن ينقذ هذا السرطان من التغيرات التي تحدث. مثله مثل الشعاب المرجانية، إذا أصبحت المحيطات التي تعيش فيها أكثر حامضية وأكثر دفئاً، فلن يكون هناك مهرب. حتى بالنسبة إلى القادرين على الانتقال إلى مياه جديدة، بدأ الوقت ينفد. لكن نهاية هذه القصة لم تكتب بعد، ويتساءل العلماء عما إذا كان في وسع بعض الحيوانات المساعدة في إنقاذ بعضها الآخر. في جميع أنحاء العالم تعاد كتابة دليل الحيوانات للبقاء. تحاول الحيوانات التي تسبح في المحيطات التكيف مع بحار لا تتأثر بالحرارة فحسب، بل مع البحار التي تصبح أكثر حامضية أيضاً. لكن يوجد شعاع أمل في نهاية هذا النفق. تعتمد الحيوانات مثل سمكة الببغاء على الشعاب المرجانية، لكن الشعاب المرجانية تعتمد عليها أيضاً. بأنفها المنقاري وجلدها متعدد الألوان، تسبح هذه الكائنات النشطة دخولاً وخروجاً بين فروع الشعاب. اختصاصي الأحياء البحرية وخبير الشعاب المرجانية أوف هو جولدبيرغ يزور شعاب إيجينكورت
ويلمح سمكة الببغاء أمامه. توجد واحدة هنا، ألوان رائعة. مثل غالبية الكائنات هنا، تعتمد سمكة الببغاء على الشعاب لتوفير الغذاء، حيث تقتات على الطحالب. سمك الببغاء بالغ الأهمية للشعاب المرجانية لأنه بمثابة البستاني، حيث يقوم بكشط الكائنات البحرية التي لولاه لطغت على الشعاب. وبالطبع إذا اختفى المرجان ولم يتم اقتلاع الحشائش، يتحول الحيد من شعاب إلى طحالب. يساعد سمك الببغاء في الحفاظ على نظافة الشعاب. من دون هذا النوع من الأسماك سوف تختنق الشعاب المرجانية تحت كساء النباتات. إنه دور حيوي في وسعه إنقاذ الشعاب المرجانية من كارثة. هنا في أستراليا أجرى بعض العلماء تجارب فريدة على شعاب تضررت بفعل تبيض المرجان. قاموا بعزل مناطق محددة ومنعوا عنها الأسماك الكاشطة. اكتشفوا أنه في المناطق التي وصلت إليها الأسماك تعافى المرجان بسرعة كبرى. في وسع بعض البستانيين الشرهين مثل سمك الوطواط وسمك الأرنب تجديد الأجزاء المتضررة من خلال تشذيب الأعشاب البحرية. من خلال التنظيف تسمح الأسماك للشعاب بالتعافي. إنها رسالة أمل وعلامة على أنه إذا منحت الحيوانات الفرصة للتكيف فإنها تنجح في ذلك بمساعدة صغيرة من رفاقها في المحيط. حماية حيوان قد تساهم في إنقاذ حيوان آخر، لكنها أيضاً مسألة وقت. فالتغيرات الكبيرة مثل الاحتباس الحراري والتحمض تحدث بسرعة مخيفة. إن قمنا بتحرك لمحاربة الفضلات الكربونية فسنحظى بفرصة للحفاظ على هذه النظم للمستقبل. ولكن إذا استمررنا على هذا النهج الذي نتبعه الآن، حيث تزداد المخلفات الكربونية وبالتالي تزداد حامضية مياه المحيطات، فسنصل إلى نقطة تفشل عندها الشعاب المرجانية في التكيف مع معدلة التغيير وستختفي للأبد. نحن نواجه أمراً لم نتعامل معه من قبل. نتعامل مع انهيار نظام بيئي لا فقدان بعض الأنواع فحسب. وبالطبع هذا نداء تحذيري، وعلينا الانخراط في إيجاد الحلول بحماس، إما الآن أو أبدا. الحياة الحيوانية في المحيط مترابطة. عدد الكائنات التي يعتمد بعضها على بعض من أجل البقاء جدير بالاهتمام، لكن الخيط الذي يجمعها معا بدأ يتفسخ، وإذا لم تتمكن بعض الأنواع من التكيف فقد تختفي. يحاول بعض الحيوانات بالفعل إيجاد طرق جديدة للبقاء. تغوص قروش النمر لتبريد أجسامها. فوق الأمواج تحلق طيور الأطيش بعيداً بحثاً عن الغذاء. لكن إذا ازداد البحر سخونة وارتفاعاً وحمضية فسيصبح بقاء بعضها ومنها المرجان مستحيلاً. من الرمال إلى البحار تغير الصراع من أجل البقاء بصورة غير مسبوقة. الوقت ينفد في كل أنحاء العالم، ودليل الحيوانات للبقاء يكتب من جديد.